متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر وأحدث صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، والتي تشير إلى وجود كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية غير الممطرة التي غطت أجواء وسماء المناطق الوسطى من المملكة نهار هذا اليوم. ولكن مع ساعات مساء هذا اليوم بدأت كميات من السحب والغيوم بالتكاثر في الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة، ابتداء من شمال المدينة المنورة باتجاه مناطق ينبع النخل، وأيضا حتى أجزاء من تبوك، ووصولا إلى الأجزاء الشمالية من تبوك ومناطق في البحر الأحمر والسواحل الغربية في تلك المنطقة المطلة على البحر الأحمر، ذلك إذانا ببدء تشكل هذه السحب الماطرة وبدء تأثر المملكة بهذه الحالة الجوية الممطرة. خرائط توقعات النماذج الجوية الحاسوبية والمعالجة حاسوبيا لكميات الأمطار المتوقعة خلال تقريبا 48 ساعة المقبلة تشير إلى أن كميات من الأمطار يتوقع أن تهطل خلال ساعات هذه الليلة بشكل تدريجي فوق أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، وكلما اتجهنا شمالا باتجاه الأجزاء الجنوبية من تبوك. هذه الأمطار في ساعات ما بعد منتصف الليل يتوقع أن تشتد وتمتد نحو الشرق لتشمل أجزاء من أيضا حائل، وشمالا باتجاه المناطق الساحلية مثل الوجه، وأيضا أجزاء من المدينة المنورة. وكلما يعني استمرنا مع مرور الوقت في ساعات ما بعد منتصف الليل وصباح يوم السبت تصل هذه الأمطار إلى حائل وتغطي معظم هذه المناطق بمشيئة الله تعالى، وخلال ساعات نهار يوم غد تمتد وتشمل هذه الأمطار أجزاء أوسع وأكثر شرقا وباتجاه الشمال بمشيئة الله تعالى. على الجانب الآخر يتوقع مع ساعات نهار يوم غد وسيما في ساعات بعد الظهر أن تنشط السحب الركامية الرعدية على المناطق الغربية من المملكة، لا سيما المرتفعات الجبلية مرتفعات مكة والطائف، وبالتالي يعني خلال ساعات نهار يوم غد تشمل الأمطار مرتفعات الطائف، مرتفعات مكة، مرتفعات المدينة المنورة، إضافة إلى مرتفعات تبوك وشرقا باتجاه حائل وربما أجزاء من القصيم بمشيئة الله تعالى. أما مع ساعات المساء فمن المتوقع أن تبدأ تخريج بحرية أيضا بالتأثير على مناطق الساحلية من المناطق الغربية من المملكة، يشمل بذلك الأجزاء الساحلية من المدينة المنورة وربما تشمل أيضا ينبع والرايس وأيضا المناطق الساحلية من جدة، يتوقع أن تبدأ أن تستقبل بعض التخريج البحرية التي تؤدي لهطول زخات رعدية من الأمطار. بالعودة مرة أخرى إلى ما هو متوقع خلال ساعات هذه الليلة ونهار يوم غد، هي عبارة عن زخات رعدية من الأمطار قد تكون مرفقة بتساقط لزخات من البرد، وخلال ساعات نهار يوم غد يبدأ نفس الشيء بالاستمرار على مناطق أخرى من المملكة، وخلال ساعات مساء يوم غد تنشط السحب الركامية الرعدية على البحر بالإضافة إلى استمرار هطولها على مرتفعات المدينة المنورة بما فيها نفس المدينة المنورة، مرتفعات مكة وأيضا شمالا مرتفعات تبوك بمشيئة الله تعالى. تشتد هذه الأمطار ليلة السبت على الأحد وتبلغ هذه الحالة ذروتها بحيث تصبح الأمطار غزيرة ومسببة جريان الأودية وتشكل السيول في مناطق عدة من المملكة، مثلا تشمل أجزاء مختلفة من المدينة المنورة، المناطق الساحلية من المدينة المنورة تخريج بحرية قوية يتوقع أن تكون نحو رابغ ومن ثم مدينة جدة، أيضا شمالا باتجاه مناطق الساحلية من تبوك، وحتى أيضا تصل الأمطار في ساعات ليلة يوم غد إلى الجوف وأيضا حائل وأيضا المناطق الحدود الشمالية من المملكة بمشيئة الله تعالى. وهذه التوقعات تستمر حتى ساعات عصر يوم الأحد، وكما تلاحظون مناطق وأجزاء واسعة من شمال غرب وغرب المملكة تحت تأثير هذه الحالة الماطرة التي تتميز بوجود بعض البؤر الغزيرة منها في المناطق التي سبق ذكرها قبل قليل. طبعا هناك حالة جوية نادرة تحت المراقبة تتأثر بها أيضا المملكة في ضمن هذه الحالة الماطرة، وهو أن هذه الأحوال الجوية غير المستقرة يتوقع أن تتلاقى مع امتداد للمرتفع الجوي السيبيري من المناطق الشمالية الشرقية سنتحدث عنها الآن. طبعا هذه فقط مجرد المزيد من الخرائط لمخرجات النماذج العددية، وهنا تشير إلى امتداد الأمطار مع ساعات صباح يوم الأحد باتجاه القصيم وأغلب حائل والحدود الشمالية طريف إسكاكا تبوك، بالإضافة للمدينة المنورة مناطق الساحلية جدة. بالنسبة لمدينة جدة على وجه التحديد يتوقع أن تتأثر بهذه الأمطار على وجه التحديد اعتبارا من مساء يوم السبت، وتبلغ ذروة هذه الأمطار صبيحة يوم الأحد على شكل زخات رعدية بمشيئة الله تعالى بين الحين والآخر، وتستمر هذه الفرصة معنا في مدينة جدة حتى ساعات مساء يوم الأحد، ويتشكل يوم الأحد نهارا حزام من الأمطار ممتد من المناطق الغربية من المملكة وصولا إلى حائل والقصيم ووصولا إلى حفر البحر
الباطن بالإضافة إلى المناطق الشمالية من المملكة. بالنسبة للحالة الجوية النادرة التي يراقب فريق التنبؤات الجوية بها عن كثب التوقعات بشأن هذه الحالة الجوية التي تعتبر غير معتادة، سنستعرض معكم ما هذه هي الحالة على وجه التحديد. إذن هذه خريطة المناطق الشمالية والغربية والوسطى من المملكة كما أسلفنا في نشرات جوية سابقة وكما هو عليه الحال اليوم هذه الليلة في العاصمة الرياض والمناطق الشرقية. تتأثر هذه المناطق بامتداد لما يسمى بالمرتفع الجوي السيبيري. هذا المرتفع الجوي السيبيري بالعادة هو امتداد لمرتفع جوي قوي يكون متمركز في الأجزاء الشمالية من قارة آسيا، ويجلب معه أيضا امتدادا لكتلة هوائية تكون باردة إلى شديدة البرودة، بالعادة تكون ذات أصول سيبيرية أي أنها قطبية المنشأ ولكنها تكون جافة لا تجلب معها الهطولات المطرية أو الثلجية، إنما تكون هناك عبارة عن انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة وأجواء يعني تكون باردة بشكل عام. لكن هذه المرة مع امتداد هذا المرتفع الجوي السيبيري ليحكم سيطرته على مناطق واسعة من المملكة خاصة مع ساعات مساء يوم السبت وصباح يوم الأحد، تندفع معه أيضا رياح جنوبية شرقية شديدة وقوية تكون ذات شدة عالية خاصة على حائل والمدينة المنورة، تلك المنطقتين المتوقع أن تشهد بهما رياحا قوية بمشيئة الله تعالى. وهذه الرياح أيضا تصل إلى المناطق الشمالية من المملكة تكون على شكل هبات باردة جدا. يترافق هذا الأمر ويتصادف في نفس الوقت مع تقدم لمنخفض جوي علوي قادم من الأراضي المصرية ومع امتداد لمنخفض البحر الأحمر الذي يجلب كونه أيضا تيارات هوائية رطبة التي تعمل على حدوث هذه الحالة المطرية، الزخات الرعدية من الأمطار متوقعة في أجزاء واسعة من المدينة المنورة، جنوب تبوك، المناطق الساحلية، وصول إلى مرتفعات مكة وطائف وحتى جدة نفسها كمدينة ربما تتأثر بالحالة الأقوى لهذا الموسم. هذا الأمرين سيتلاقيان ويتصادمين في بعض المناطق مثل المناطق الغربية من حائل، بعض أجزاء من الجوف والحدود الشمالية وحائل كالمدينة بحداتها ومحافظة حائل، تتلاقى معهما اندفاع الهواء البارد ذات الأصول السيبيرية مع الهواء الرطب وحدد من الاستقرار الجوي. يعتقد بأن ذلك قد يتسبب بحدوث تساقطات ثلجية على مدينة حائل وأجزاء منها بالإضافة إلى مناطق القريبة من الحدود مع المدينة المنورة مثل الطريق الواصل بين الثامد والحائط مثلا، مناطق مدينة الحائط منطقة ومدينة حائل بالإضافة شمالا إلى أجزاء من الطريف وبعض الأجزاء من الحدود الشمالية. هذه الحالة تحت المراقبة الكثيفة في مركز عمليات طقس العرب كونها حالة نادرة أن تحدث في هذه الأجزاء من المملكة، ولا يعرف حتى اللحظة فيما ستحدث تراكمات ثلجية نتيجة هذه التساقطات الثلجية، والأمر متروك حتى الآن لمتابعة ميدانية للقراءات التي تحدث على أرض الواقع. وطبعا يمكنكم دائما متابعة ذلك عبر تطبيق طقس العرب أو الموقع الإلكتروني أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. بالعودة إلى الأحوال الجوية إذن في المملكة تحديدا في العاصمة الرياض، أجواء طبعا هذه خريطة أخرى تشير إلى كيفية تقدم الهواء البارد، اللون الأخضر هو الهواء البارد السيبيري المنشأ والهواء الأحمر هو الأكثر دفئا والذي يندفع مع الجنوب، وكما نلاحظ كيفية تمدد هذا الهواء البارد وتلاقيه مع الآخر الممتد من الجنوب، وأماكن التلاقي تقريبا نستطيع إيجادها في منطقة حائل على وجه التحديد والأجزاء الغربية الشرقية عفوا من المدينة المنورة، تلك المرتفعات الجبلية التي تفصل ما بين المحافظتين بالإضافة إلى مدينة حائل. هذه المناطق جميعها تحت محط الأنظار لأن تشهد بعض التساقطات الثلجية طبعا بمشيئة الله تعالى. بالعودة للأحوال الجوية، هذه الليلة في العاصمة الرياض أجواء باردة، هذه الليلة درجة حرارة صغرى 9 درجات، غيوم متفرقة تنخفض إلى ما دون ذلك إلى حوالي 5-6 درجات مئوية في المناطق المفتوحة بما في ذلك منطقة مطار الرياض بحد ذاته، أجواء هناك ستكون باردة. تتكاثر السحب والغيوم الممطرة على أجزاء واسعة من المدينة المنورة وجنوب تبوك كما أسلفنا سابقا. دعونا نتعرف الآن على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى ليلة السبت على الأحد في مدن ومحافظات المملكة، والتي نبدأها شمالا من إسكاكا 13 إلى 8 درجات مئوية، حرارة 11 إلى 6، تبوك من 17 إلى 10 مع فرص غدا تزداد لحدوث الأمطار الرعدية. المناطق الغربية من المملكة في جدة غدا تزداد فرص هطول الأمطار الرعدية تتحسن بشكل كبير مع ساعات الليل، هناك أمطار رعدية جيدة في ساعات الليل 32 نهارا 22 ليلا، رياح قوية غدا في المدينة المنورة من 25 إلى 14، بعدها تصبح هناك فرصة جيدة جدا للأمطار الرعدية، كذلك أمر في ساعات الصباح لكن أفضل فرصة مع ساعات
ساعات المساء، أمطار رعدية متوقعة على مرتفعات مكة والطائف، مع عظمى في المكة المكرمة 31 نهارا 22 ليلا و23 درجة مئوية في الطائف نهارا و15 درجة مئوية في ساعات الليل. المناطق الجنوبية الغربية أجواء أكثر استقرارا، تكون في أبها من 21 إلى 9، في الباحة 19 إلى 11، وفي جزاء من 29 إلى 27 درجة مئوية. شرقا في الإحساء الأجواء باردة ليلا، تكون 10 درجات 18 درجة مئوية في ساعات النهار. الدمام من 18 إلى 11 مع أجواء غائمة جزئيا، وفي حفر الباطن من 14 درجة مئوية في ساعات النهار. طهبت الصغرى إلى 7 درجات مع أجواء غائمة جزئيا. في المناطق الوسطى في العاصمة الرياض من 17 إلى 8، في القصيم فرصة لبعض الأمطار غدا، العظمى 13 الصغرى 7 درجات، تتحسن بشكل كبير فرص الأمطار يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. أما في حائل غدا تمتد الأمطار مع ساعات صباح يوم غدا، وتكون على شكل زخات ما بين الحين والآخر، تكون قد تكون رعدية أحيانا، تصل العظمى فقط إلى 11 درجة مئوية كحد أقصى في ساعات النهار، وكما تلاحظون معي في ساعات الليل 3 درجات مئوية فقط، وبالتالي تزداد فرص تساقط الثلوج في ساعات فجر يوم الأحد في أجزاء من مدينة حائل بمشيئة الله تعالى، وتكون على شكل أمطار مخلوطة بالثلوج، وبعض الأحيان قد تكون ثلوجا صافية. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة تكون على النحو التالي: في العاصمة الرياض 17-19-19، ولينا ما بين 8 إلى 7 درجات، أقل من ذلك في المناطق المفتوحة من العاصمة الرياض. قبل الختام هناك بعض التنبيهات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة، أهمها عدم ارتياد البحر بسبب نشاط السحب الرعدية قبالة سواحل المدينة وسواحل جدة. أيضا أمر آخر، ضرورة الانتباه من جريان الأودية والشعاب والمنحدرات في مرتفعات مكة والطائف ومرتفعات المدينة ومرتفعات تبوك. أيضا ضرورة الانتباه من حدوث تجمعات في مناطق تجمع المطر، خاصة في الأجزاء الساحلية من جدة وأيضا المدينة المنورة. أيضا ضرورة الانتباه بسبب الرياح القوية والشديدة المتوقعة في المدينة المنورة وحائل، وأيضا قد تثير بعض الأتربة والرمال وحدوث بعض الموجات الغبارية، الأمر الذي قد يعيق مدى الرؤية الأفقية. وأيضا قبل الختام هناك تنبيهين آخرين خاصين بانخفاض درجات الحرارة وتوقعات مختلفة منهما. الأمر الأول احتمال تساقط الثلج في بعض أجزاء من المملكة، والأمر الآخر هو تدني درجات حرارة وتشكل السقيع. بضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل هذه الظروف الجوية. إذا هذا كان كل ما لدينا حتى اللحظة. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com، أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو يمكنكم حتى تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.